المحافظة على استقرار الأسعار ومنع احتكار السلع ومكافحة جرائم الغش التجاري، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها في هذا الإطار، ونجحت وفي مجال ضبط جرائم غش المستلزمات الطبية أو حجبها عن التداول في ضبط نحو 33,500 عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة حجبها عن التداول بالأسواق مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالإسكندرية بقصد رفع أسعارها. وبنطاق محافظة المنوفية تمكنت الإدارة من ضبط 50,000 قطعة كمامة طبية وطن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لدى مسؤول مصنع بدون ترخيص لتصنيع الشنط المدرسية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش على جمهور المستهلكين. كما ضبطت مالك مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات لحيازة 8,000 قطعة كمامة مجهولة المصدر بهدف طرحها للبيع والتداول بالأسواق. وبالمنوفية أيضا نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص لحجبه عن التداول 12 طن سكر وأرز بغرض رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة. كما تمكنت الإدارة من ضبط مسؤول عن مصنع بدون ترخيص بالقاهرة لإدارته مصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وبداخل المصنع تم ضبط نحو 24 طن دقيق وأكثر من 5 أطنان مستلزمات إنتاج جميعها مجهولة المصدر. وبنطاق محافظة الجيزة ضبطت الإدارة نحو طنين من مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية قبل أن يتمكن المسؤول عنها من طرحها للتداول بالأسواق ما يضر بصحة وسلامة المواطنين. كما ضبطت وبنطاق المحافظة أيضا أكثر من طن من مقطعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشركة للصناعات الغذائية. ومع استمرار جهود الإدارة لإحكام الرقابة على الأسواق تمكنت من ضبط 5 أطنان من السكر التموني المخصص على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق بحوزة قائد سيارة حال سيرها بنطاق محافظة القليوبية، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات. وفي إطار حملاتها النوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من أسعارها الرسمية من خلال حجبها عن التداول بالأسواق نجحت الإدارة في ضبط 150 قضية في هذا الإطار بإجمالي 5,268 عبوة سجائر. بهذه النتائج الإيجابية والقضايا المتنوعة تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على عزمها في المضي قدماً لملاحقة وضبط مرتكب الجرائم التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وجرائم التلاعب في الأسعار وغش السلع بكافة أنواعها.